اطلع حكيت على يا رب بسم الله عن نائب قائد مجموعة كشافة غزة الأولى من فلسطين. وأهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقة جديدة من نتكلم عربي. لما بدأنا فيه إحنا نكون من خلال طبعا تطور هالبرنامج معاكم من خلال حدوتة كشفية. نحن في فلسطين أو في غزة تحديدا نحن ننتقل بين المفوضيات الكشفية اللي عندنا محافظات، ننتقل بين لنكون احنا اقراب على المواهب الكشفية تعمل. طبعا حيكون لمصلحة المواهب اللي نحن نروح لها، الناس اللي عندها فنيات جميلة جدا. فحنكون معاكم اليوم من الشمال تحديدا من مقر مجموعة الكرمل الكشفية في شمال من جمعية الكشافة الفلسطينية. فأهلا وسهلا فيكم في مواهب جديدة. يعني يمكن أنا بظلمهم لو قلت مواهب، حنقول فنانين، وراح تكتشفوا هذا الكلام بالشعر بالغنى بحاجات ثانية مفاجآت يعني. طيب بديش أطول عليكم، عندنا موفقين من نانو ماف. طيب بس يا ريت اللي هو عندنا قائد ملفة أبو قوس يسعد مساكي، بس يا ريت اللي بيحكي لنا مثلا هو يقول لنا من وين عشان نعرف احنا متبعنا من وين. نبدا مع مين؟ نبدا من يمين، نبدا من الشمال؟ لا لا، اليمين انا حخليه مفاجأة، يمين حخليه مفاجأة للكل. نبدا من ملاك. وين ملاك؟ ملاك العطل. تمام. حنشوف اول حاجه شو حتقدم لنا. هالزهره الجميله بهاللبس الحلو، انا قلت لك لو ما عملتيش اشي حلو حاخذ منك المنديل. ايش رايك؟ ايش رايك؟ لا ان شاء الله حاعمل اشي حلو. ها ها، مش متنازل على المنديل يعني، انت افهم من هيك. طيب ملاك ايش اسمك؟ اديني اسمك بالكامل بصفتك. انا الزهره ملاك محمد العطل من مجموعه الندوه الرمله، ساقدم لكم قصيده اسر الجياده. طب استني واحده، ايش رايك انت في الكشافه؟ ليش دخلت الكشافه بهالزي الحلو هذا؟ اشي رائع الكشافه، وانا من انا بحب الكشافه، وانا في المدرسه كمان كشافه. الله 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 الله. بس طب انا حاجه ثانيه، في شيء احكي عادي عادي عادي، مش مشكله. انا عارف يمكن انت بس محضره هذه، بس اذا انت علمتونا تحيه العلم احكيها. يلا نحكي تحيه العلم، يلا ادوها تحيه العلم، وخاصه انه بتزين عندنا وإليها أنتمي، وإن علقوني على
فلسطين فيها بروحنا فلسطين لنا 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 فلسطين الله 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 يا ملاك الجميلة. وطبعا قائد العام بتتبعنا موفقين ان شاء الله بالاحترام والتقدير لجهودكم. شكرا مجموعه كشافه غزه الاولى بوركتم وبوركت سواعدكم. كل التحيه لك قائد العام على هالمتابعه الجميله. بس يا ريت هالصوت واضح، يعني يا ريت بس اللي بتتبع معنا يكتب لنا اذا كان الصوت واضح. في عندنا تعليقات بتيجي يا قائد حازم. طبعا كل تحيه للقائد حازم مراد المنسق معنا. طيب حازم ايش وين نروح؟ وين نروح؟ نروح للشعر ولا نروح في ناس يسموها جنب. مين عامل لك التوب هذا؟ حلو يعني موجود. لم يبقى عادي دمي فاكتب عن القدس ما هو الروح يا قلمي واكتب فديتك عن كيف كيف الخلاص إذا يا موطن الحرم كيف
احكي لي راح الصوت، شوف لي الصوت هيك رائد اجا ولا لا، يعني راح، لانه ممكن يكون مثلا يعني صار في ضعف او شيء في الواي فاي شوي. مهمة القائدة ما يفي انك تعمل منشنات للاخوة والاحباب القادة. ورود البستان بالتوفيق، كل التحية لك يا ورود. القائد صهيب يسعدكم ويسعدك يا صهيب احلى قائد. ورائد عماد بيدعى البيوت ناخذ خلينا نشوف. انا مش هحكي، هخليكم انتوا اللي تحكوا وتعلقوا ونشوف اكتر واحد هيعلق معانا. عايلة ابو عين الحلوة؟ عين الحلوة وعليكم يلا. الوشابي انا
الكتاب. يا أهلي يا Yeah.
قمر أحمر قلبي مصدر بيجي دقيقة وروح. طيب الآن احنا بنحاول احنا المشكلة، طبعا القائد أسامة بيحكي ما شاء الله وفي صوت وروح، حنحاول يعني الآن بنحاول زي ما احنا محمد تعال هنا يا محمد، تعال عندي هنا محمد، برضو كمان عندنا اليوم هنا غني مع يوسف ولا خليه لحاله بعدين بعدين ايه ايش قلت؟ يلا عدونا دوني تعليقاتكم بسرعه. وانا امشي قصه الزيتون. الله الله. اول حاجه القائد اسامه من المغرب، كل الحب لعيونك يا اسامه، يا اردن النشامه سكاوت حياتنا. كمان للقائد تمود عبد الرحمن من إيطاليا، كل الشكر والتحية الكشفية لكم. نروح لأخونا ومن المغرب لفلسطين من أسامة، كل الحب لعيون القائد أسامة. استنى شوية دغري ما صدقت يا مسعد.
نعمل حاجة هيك أنا وأنت.